أخبار اليوم. قولا واحدا في عندنا لجنة لأولاد الأكابر ولا لأ؟ ما عندناش لجنة لأولاد الأكابر، وعيب إن احنا نقول كده، عيب إن احنا نقول كده بعد ثورتين، عيب إن احنا نقول كده ونشوف رئيس الجمهورية بيقول بيحول ناس أو لا يصمت على فساد حتى إذا حتى لو كان داخل مؤسسة الرئاسة. ما عندناش ده، وهو بيقول أي حد يجي لكم يقول أنا قريب فلان أو قريب معرفش مين فورا نفذوا عليه القانون. ما عندناش لجنة لأولاد الأكابر، ما عندناش لجنة لأبناء المسؤولين في عصر موجود فيه حرب على الفساد بيقودها رئيس الجمهورية، ووصى الوزراء وأعضاء الحكومة إن ما يسمعوش كلام حد، ما فيش حد قريب حد، ما فيش حد يتجامل على حساب حد، القانون ياسر على الجميع. ما عندناش لجنة. أما اعتذار رئيس اللجنة، فإحنا الوزارة فتحت باب الاعتذارات قبل بداية الامتحانات بأسبوع أو أكتر علشان اللي مش قادر يواصل يعتذر، وطبيعي جدا ان احنا متلقى اعتذارات. وعلى فكرة كمان في المقابل بعض الناس عايزة تدخل يترائد يتصحف في الثانوية العامة وطالبين ده، وبيجوا هنا يقدموا طلبات في مكتب خدمة المواطنين، وناس كتير بتكلمني، وناس بتكلمني عشان تعتذر. يعني في ناس لها ابناء في الثانوية العامة بتعتذر، ناس مش قادرة تواصل بتعتذر. من هؤلاء رئيس اللجنة اللي احنا بنشير اليها هو اعتذر، ربما يكون فعلا نفسيا وذهنيا وجسمانيا واحنا فصيان مش عارف يسيطر على اللجنه. لكن مش عارف يسيطر على اللجنه مفهوم هنا بيختلف. ممكن هو مش عارف يسيطر على اللجنه لانه مش لان اللجنه فيها غش واللجنه مع راي يعني حاجات زي كده واللجنه اتفكت منه زي ما بيقولوا، لا، هو الراجل بيعتذر من اول يوم مش عارف يسيطر على اللجنه، يعني مش قادر يسيطر على اللجنة مش لأن فيها غش، لا، لأن هو إمكانياته كده. ده رقم واحد. ممكن يكون فيها غش بس مش لأبناء شخصيات هامة أو عامة، ولا فيها غش لأبناء شخصيات عامة. لجنة زي أي لجنة، وعلى فكرة دي مش لجنة واحدة، ده هي اللي إحنا اصطلحنا على تسميتها لجنة، دول ثلاث لجان. وعايز أقول لك على حاجة، في المكان ده بالتحديد، في الثلاث لجان دول بالتحديد، كان محول اللجنة دي للجنة معينة. يعني اللجنة دي كانت في مكان تاني على فكرة، وده الأول مرة بيتقال. اللجنة دي كانت في مكان تاني، والمكان ده تم إلغاؤه عشان قريب من أماكن تانية، وكان المكان ده مشهور بالغش في الفترة اللي فاتت، تمام؟ فلما رصدنا، الوزارة رصدت تحويل 88 طالب للجنة دي، للجنة اللي اتلغت دي، وبعدين لما تم الرصد اتعرف انه ال 88 طالب دول من محافظات مختلفه رايحين للجنه دي، لا، بالبحث لقينا اللجنه دي مشهوره بالغش، وقفنا التحويلات. لكن كان حول من بدايه السنه 25 طالب بشكل قانوني جدا، والشكل القانوني ده ما حدش يقدر يتكلم فيه. باقي التحويلات ال 88 رفضهم الوزير، وقف الوزير التحويلات، احال بعض المسؤولين للنيابه، احال بعض المسؤولين ايضا للشؤون القانونيه لان المواصفات لا تنطبق او المعايير لا تتوفر في الطلبه اللي محولين، فرجعوا تاني اماكنهم. وده ما حصلش في البداري بس على فكره، عشان نكون منصفين كمان، حصل في لجنه في الوجه البحري وتحديدا في كفر الشيخ، لان بعض الطلبه من محافظات مختلفه حاولوا يوصلوا للجنه دي وحاولوا يحولوا ورائهم في المدرسه اللي فيها اللجنه، لكن بالتتبع ايضا تم وقف عمليات التحويل. عايز اقول لك انه مفيش حد على راس وريشه في البلد، مفيش حد على راس وريشه بعد ثورتين، مفيش حد على راس وريشه، ورئيس الجمهوريه بيطلب من الوزراء ان هم لا يحابوا احد ولا يجاملوا احد حتى لو كان هذا الشخص من المدعين انه قريب هذا او قريب ذاك.